اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد يوميا وبرنامجكم همزه وصل. على مدار الساعه تقريبا نطرح واحده من اهم القضايا او الموضوعات التي تشغل الراي العام، سواء كان الراي العام محليا او اقليميا او عالميا. المهم اننا نطرح هذه القضيه او هذا الموضوع، نطرحه من وجهات متعدده، نتساءل، نتحاور، نتبادل الاراء نحن واياكم والمتخصصين، لعلنا نصل جميعا الى وجهه واحده او اتفاق، او اذا كان هناك جانبا من العلاج لهذه القضيه ومحاورها، او اذا كان هناك اتفاق قد يؤدي بنا الى تحقيق اعلى درجه من الايجابيات. تواصلا من قناة النيل للأخبار للاهتمام بمنظومة الصحة ومتابعة كيفية تطوير العمل بالمستشفيات وتوفير الدواء اللازم للمواطنين، كنا بحلقة الأمس نتكلم عن تطوير هذه المنظومة، واليوم سنتحدث عن إنشاء مجلس أعلى للصحة والدواء. هذه الفكرة التي في إطار الطرح، في إطار المناقشة والتداول، تحمل آراء عدة وجهات نظر من شتى الجهات المعنية، وأيضا من حضراتكم بكل تأكيد سيكون لكم اهتمام بهذا الموضوع. تواصلكم معنا كما أوضحت يثري موضوع الحلقة، وهذا التواصل يمكن من خلال عدة سبل سنطرحها عليكم. نبدأ بسؤال حلقة اليوم وهو ما يظهر أمامكم، وهو ماذا يريد المواطن من البرلمان القادم. هذا الموضوع هو متعلق بالبرلمان الذي سننتخبه بعد فترة أو أيام أسابيع قريبة. هذا الموضوع له شأن في تطوير التعليم، له شأن في تطوير الصحة، له شأن في تطوير حياة المواطن. بكل تأكيد نستعرض التقرير التالي ثم نبدأ موضوع حلقة اليوم من هذه الجوانب التي تتعلق بحياة المواطن، فابقوا معنا. في إطار وضع الأطر الاستراتيجية لمنظومة الصحة في مصر، استعرض المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مع كل من وزير الصحة ووزير التخطيط، استعرض مقترح إنشاء المجلس الأعلى للصحة والدواء تمهيدا لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزارة الصحة وعلى لسان وزيرها الدكتور عادل عدوي أكدت أن المجلس يهدف إلى وضع السياسة العامة للمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية وأهداف هذه السياسة والخطط الكفيلة بتحقيقها طبقا لمراحل زمنية محددة، وذلك في ضوء السياسة العامة والخطط القومية للدولة. كما يهدف المجلس إلى دراسة وتنسيق واعتماد الخطط العامة للشؤون الصحية والمشروعات والبرامج التي تضعها وزارة الصحة والوزارات المعنية وكليات الطب والهيئات العامة التي تمارس نشاطا في مجال الشؤون الصحية ولو لم تكن ممثلة في المجلس. وزير الصحة تطرق أيضا إلى أن المجلس الأعلى للصحة والدواء سيقوم ببحث ودراسة وسائل تطوير قدرات الجهات التي تتولى تقديم الخدمة الصحية. كما يهدف المجلس للمحافظة على صحة المواطنين بضمان سلامة وأمان وجودة وفعالية المستحضرات الصيدلانية وغير الصيدلانية والموضحة بنشاط الهيئة. ويتكون الهيكل التنظيمي المقترح للمجلس من مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء ومجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وكذا المجلس المصري للتخصصات الطبية برئاسة وزير الصحة والمجلس المصري للصيدلة والدواء. أرحب بحضراتكم مجددا. كما ذكرت في بداية الحلقة قبل التقرير أن موضوع الصحة والتعليم هي أهم الموضوعات التي سيعني بها البرلمان القادم. نبدأ بموضوع الصحة وموضوع حلقة اليوم، والسؤال الذي سنسلط عليه الضوء هو: ما رأيك في مقترح الحكومة في إنشاء مجلس أعلى للصحة والدواء في مصر؟ هذا الموضوع هو كما ذكرت أحد أهم الموضوعات المعني بها البرلمان القادم، وهو ما سنناقشه دور البرلمان غدا بإذن الله. ولكن اليوم ماذا يطلب من مجلس أعلى للصحة والدواء؟ كيف يتم تطوير منظومة العلاج في مصر؟
على حقه في الدواء بالدرجة الكافية التي تكفل له العلاج السليم. كيف تستطيع الحكومة توفير السبل بكافة أنواعها للقطاعين العام والخاص للقيام على خدمة المواطن في مجال الصحة بشكل عام؟ من يؤيد الفكرة؟ من يعترض على هذه الفكرة؟ كل هذا وغيره من الموضوعات والجوانب والتساؤلات الكثيرة سنطرحها على المتخصصين. بداية تواصلكم معنا، آراءكم تهمنا كثيرا، ويمكنكم التواصل عبر الأرقام التي ستظهر أمامكم على الشاشة والمواقع، وهي من خلال التليفون المحمول 1451 والهاتف الأرضي 0994151. أيضا هناك مواقع التواصل الاجتماعي تصلنا آراءكم من خلالها، وهي فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكايب، انستجرام. كل هذه السبل تثري موضوع الحلقة بآرائكم وتساؤلاتكم. الآن مشاهدينا، وقبل أن نبدأ الحوار مع المتخصصين وحضراتكم، دعونا نتعرف على أهم الأوراق التي وصلتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والزميلة ياسمين القفاص. مساء الخير ياسمين. مساء الخير يا محمد، ومساء الخير على كل متابعي برنامج همزة وصل. هكون معاكم النهاردة من غرفة المتابعة الإلكترونية. موضوع حلقة النهاردة وهو ملف هام جدا بيخص كل مواطن مصري، وهو ملف الصحة. سؤال حلقة النهاردة بيقول: ما رأيك في قرار الحكومة بإنشاء في مقترح الحكومة عفوا بإنشاء مجلس أعلى للصحة والدواء في مصر؟ أول تعليق معايا من علي عطية الملاح. علي بيقول: هو مقترح هام وسوف يحسن من منظومة الصحة في مصر. هذا المقترح مفيد جدا لمحدودي الدخل وسيوفر رعاية صحية متميزة لهم، ولكن لابد من بذل جهد كامل الجهد لتنفيذ هذا القرار. أما عصام الأسيوطي فهو مؤيد لهذا القرار بشدة، فيقول: لابد من تنفيذه في أقرب وقت، وسيساعد هذا المقترح على الحد من قلة بعض الأدوية وتوفير رعاية صحية جيدة لمحدودي الدخل. أيضا محامية مشاغبة بتقول: السلام عليكم، أنا أؤيد هذا المقترح. علي محمود محمد برضو بيقول: المهم بيشتغلوا، مش نزود موظفين عالة على الدولة وخلاص، واحنا عندنا مؤسسات كتير الفاضي ولا تعمل حاجة أصلا، واستشاريين بياخدوا مليارات ولا يضيفون أي شيء. أبو رياض أبو وزيري بيقول: نعم أوافق، بس يا ريت يكون هذا الكلام بجد، ليس شو إعلامي لتهدية المواطن الذي يعاني كثيرا من الظروف العلاجية وخدمات المستشفيات المتدنية، والله الموفق. بشكركم كلكم على تعليقاتكم. أيضا معايا عبدو الهلالي. عبدو بيقول: بالتأكيد هو مقترح جيد، سيخدم في النهاية المواطن الذي يجب أن تهتم به الدولة لتوفير خدمة صحية جيدة له، مما يعود بالنفع على المواطن وعلى المجتمع، لكن لابد من تحديد اختصاصات المجلس وأن تكون واضحة المعالم ووضع السياسات والضوابط المتعلقة بالسلامة والجودة والمواصفات الأمان ومراقبة الأدوية منتهية الصلاحية والتخلص منها، كذلك أيضا النفايات، مما يهدف في النهاية لحماية المواطن وسلامة صحته. وكل عام وأنتم بخير، وشكر خاص لأسرة البرنامج المتميز الهادف. بشكرك أيضا، الشكر موصول ليك يا عبدو. وننتقل مع بعض لأيمن سمير البدوي. أيمن بيقول: والله مقترح تمام، بس يا ريت يكون له آثاره الإيجابية على منظومة الصحة في مصر، وشكرا أسرة البرنامج. رئيسي محمد بيقول: لقد قلتها كثيرا، لن تتحسن المنظومة الصحية في مصر إلا بتحسين الخدمة المقدمة للمواطن البسيط، وهي إعادة هيكلة جميع مستشفيات مصر من حيث توفير الدواء والأطباء والأجهزة والرقابة الصارمة. غير ذلك لن تتحسن هذه المنظومة مهما أصدرت الدولة من قرارات، وشكرا. أما عمرو عز الدين بيقول: فهو مقترح ممتاز وأؤيده، التي سوف تعمل على تطوير وتحديث منظومة الصحة في مصر من أجل صحة المواطن وأيضا المجتمع. ما خالص تحياتي وشكري لأسرة البرنامج وتحيا مصر. شكرنا موصول لك أيضا يا عمرو. بنروح بعد كده لمجدي ابن البلد. مجدي بيقول: السلام عليكم جميعا مشاهدي همزة وصل وكل من يعمل في برنامج، تحية لكم وأهل مصر الطيبين. بالنسبة للموضوع حلقة النهاردة، هو من أهم عامل للتنمية الدول، وأنا أناشد سيادة وزير الصحة، عندي برنامج هنخلي مستشفيات الحكومية 5 نجوم إن شاء الله، وإمكانية التنفيذ 100%. ممكن عملت عليه استطلاع رأي إيجابي، وهناك مشكلة في البرنامج. أولا، عدم ثقة الناس في الحكومة في التنفيذ بعد تحصيل الأموال لبرنامج من الناس. والرقم 2 هو عدم تنفيذ الحكومة البرنامج بزعم أن الناس مش هتوافق، وأنا عملت حل للمشكلتين دول. طبعا شكر
يعني خاص جدا لمجهودك يا مجدي. بنروح مع بعض لانجي رضا. انجي بتقول: انا بعتذر لاسره برنامج همزه وصل المتميز عن عدم المشاركه في موضوع حلقه النهارده، ولكن اود ان اقدم خالص التعازي لفخامه رئيس دوله الامارات وجلاله ملك دول البحرين والشعبين الشقيقين في استشهاد جنودهم البواسل في اليمن. دعينا الله عز وجل أن يسكنهم فصيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء، وحافظ الله مصر وجميع الشعوب العربية. وشكرا لك يا إنجي. مشاهدينا، بكده خلصت بعض التعليقات اللي وردت على صفحة البرنامج على الفيسبوك. مستنية مزيد من تعليقاتكم عن موضوع حلقة النهاردة، ولكن اسمحوا لي أن أنا أرجع تاني لمحمد سليمان واستكمال موضوع الحلقة. تفضل يا محمد. أشكرك زميلة ياسمين قفاص، وأشكر مشاهدينا ومشاركينا في آرائهم التي وصلتنا. بالفعل التأييد واضح من العينة العشوائية التي استطلعنا رأيها. هناك بعض التحفظات، وهي التخوف من عدم التنفيذ أو مضاعفة حجم المؤسسات والهيئات والجهات دون الوصول إلى النتاج أو الجدوى المرجوة. بكل تأكيد كل هذا سنتباحثه مع المتخصصين، ودعونا الآن مشاهدينا نبدأ حوارنا التفصيلي مع جهات متنوعة، سواء كانوا مسؤولين أو متخصصين أو مواطنين أيضا، ربما نصل إلى التوافق الرسمي والتوافق المجتمعي حتى تكون النتائج أقرب إلى الصحة وأقرب إلى الواقع بإذن الله. سيكون معنا عبر الهاتف عدة مشاركات. هذه المشاركات ستكون مع الدكتور أشرف مكاوي، عضو مجلس النقابة الصيدلة، والدكتور أحمد حلمي، أستاذ بكلية الطب جامعة أسيوط. نبدأ مع الدكتور أشرف مكاوي. يعني الدكتور أشرف، بعد التحية نتحدث إذا كنت متابعا لنا عن إنشاء مجلس أعلى للصحة. من وجهة نظرك ما الذي يمكن أن يضيفه هذا المجلس إلى منظومة الصحة والعلاج؟ مبدئيا تحياتي ليك ولضيوفك. تحياتنا يا فندم. يبدو ان احنا مضطرين ان احنا في كل مداخله نفسر ما هو الفرق بين ما يتمناه او يدعو اليه وزير الصحه، والفرق بين ما هو واجب علينا كدوله وكنقابه صيادله وكرئاسه مؤسسه الرئاسه ان نكون بنذهب اليه. ما يتمناه او ما دعا اليه السيد وزير الصحه هو مجلس اعلى للصحه والدواء. تمام. في حين ان نقابه الصيادله تدعو الى انشاء هيئه مستقله تسمى الهيئه العليا للدواء، هي بمثابه الاف دي اي في امريكا، او الهيئه العليا المتخصصه للادويه في السعوديه او في الاردن او في الصومال، والفرق شاسع تماما بين الهيئتين. الفرق يا دكتور، وارجو التوضيح، هل مساله التبعيه للحكومه قد تنقص من اداء هذه الهيئه؟ مع التوضيح رجاء، تفضل. وهل هناك هيئه لا تتبع الحكومه؟ كل ما نريده ان ينشا مجلس، ان ينشا هيئه عليا للدواء يراسها صيدلي متخصص ذو علم وحيثيه يدفع بصناعه الدواء ومصانع قطاع الاعمال وتوفير دواء امن وصحي للمواطن، لان المنظومه في ايد وزاره الصحه من اكثر من 60 او 70 سنه، ووصلنا الى ما نحن فيه. نحن لن نبتكر العجله، لن نخترع العجله. هذه الهيئه او هذا الهيئه العليا للدواء موجوده في دول العالم وموجوده في الدول العربيه، وده اللي دعينا اليه، ودعا اليها السيد معالي رئيس الوزراء، ودعا اليها اللجنه الاستشاريه للسيد معالي رئيس الوزراء، وجلسنا كثيرا وخرجنا مشروع للنور. ولما تقدمنا به فوجئنا ان السيد وزير الصحه شال الاساسيات بتاعتها وغصب نفسه رئيس عليها، بحيث ان ده كله مخالف للهيئه. الهيئه لابد ان يراسها صيدلي يكون مسؤول مسؤوليته اتجاه رئيس الجمهوريه مباشره، مش تبقى منظمه الدواء تبع وزير الصحه. وزير الصحه مسؤولياته كتير، بس انا كنت اتمنى ان يكون يولد اهتماماته اكثر بالمستشفيات، يولد اهتماماته اكثر بالمريض اللي بيروح بيعامل معامله غير ادميه بالمستلزمات اللي بلاش المريض يضطر يشتريها من بره، بالادويه الناقصه اللي حتى الاسعافات الاوليه في المستشفيات، ويترك صناعه الدواء للمتخصصين. انما الالتفاف على الشيء، لعلم سعادتك المجلس الاعلى للصحه ده موجود من سنه 60، انشاه الرئيس عبد الناصر. ماذا فعل هذا المجلس اللي بيعاد استحداثه؟ من سنه 60 موجود. ما هو الجديد؟ الجديد يا سيدي ان نواكب العالم. الجديد لابد ان نتحرك. مصانع قطاع الاعمال اللي هي مصانع الدوله، اللي هي بتاعتي وبتاعتك وبتاع كل مواطن مصر. عفوا يا دكتور، عفوا يا دكتور، عفوا المقاطعه معنا.
الدكتور حسين عبد الغفار متحدث، حسام عبد الغفار متحدث رسمي باسم وزاره الصحه. يعني دكتور حسام، يبدو اننا في بدايه موضوع مناقشه تكوين وانشاء مجلس اعلى للصحه، وهناك اعتراض من نقابه الصيادله حول هذا التشكيل. ارجو توضيح دور هذا المجلس والتشكيل وتاثيره. لا، هو بس انا قبل توضيح دور المجلس، انا عايز اعرف وجه الاعتراض على ايه؟ على ان يكون يا فندم رئيس المجلس صيدلي متخصص وفقا وعملا بمنظومه الهيئات المماثله في دول العالم. طب ما هو رئيس المجلس صيدلي يا فندم. انا ما عشان كده بقول، انا بس عايز اعرف يعني الناس المعترضه دي هي قرت اقرت المقترح ولا لا؟ هو رئيس، انا قدامي يا فندم المقترح هو رئيس المجلس صيدلانيا تتوفر فيه الامكانيات والخبرات الاداريه والعلميه والفنيه على ان يصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهوريه. يصدر يا فندم الرئاسه تتبع وزير الصحه ام رئيس الجمهوريه؟ لا يا فندم تتبع رئيس مجلس الوزراء يا فندم. رئيس مجلس الوزراء. اذا يا فندم، هل تم تقديم اي اعتراضات او جوانب للتعديل او مقترحات من قبل نقابه الصيادله وتم مناقشه هذه المقترحات؟ يا فندم، نقابه الصيادله من سنه وهي مقدمه مقترح لرئاسه الجمهوريه. مش لينا يا فندم. تمام. ماشي. ماشي، ده من سنة، يعني حضرتك في شهر 7 اللي فات السيد نصيب الصيادلة السابق طالب رئاسة الجمهورية بتطبيق القانون. احنا في عندنا لجنة استشارية انشأها السيد وزير الصحة وبرئاسته، خدت المقترحات دي كلها وطلعت مقترح باعتبارنا مسؤولين عن الصحة. وجه الاعتراض ايه؟ انا مش فاهم، هو مجلس مصر للدواء يدفع المجلس الأعلى للصحة اللي بيرأسه رئيس الوزراء وما بيرأسوش وزير الصحة؟ وده تحتيه حاجات كده اللي هي الزمالة المصرية ومجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، دي على التوازي مش تحت بعض. يعني هو اسمه مجلس أعلى للصحة، بيتفرع منه المجلس المصري للدواء اللي رئيسه صيدلي، اللي بيصدر القرار بتعيينه من رئيس الجمهورية، اللي بيتبع مباشرة السيد رئيس مجلس الوزراء، مالوش علاقة بالسيد وزير الصحة. دكتور حسام، هل ربما يكون هناك تداخلات ما بين أداء نقابة الصيادلة وهذا المجلس، فربما تكون هذه الوجهة؟ لا يا فندم، هو يعني لازم أبقى أنا قريت عشان أقول وجهة نظري، وينفع أنا أقول وجهة نظري من غير ما أقرأ؟ وبعدين المجلس الأمناء بقى اللي هو بيرأسه السيد رئيس مجلس الوزراء، مجلس أمناء المجلس الأعلى للصحة، ده في أعضاء، الأعضاء دولت اللي بيعينهم أو بيختارهم السيد رئيس مجلس الوزراء فيهم رؤساء نقابات بصفاتهم الاطباء، اطباء الاسنان، ده انا بتكلم عن المجلس الاعلى للصحه، والصيادله والتمريض، كل المعنيين بالصحه. فانا بس عايز اعرف يعني لما الناس تعترض على حاجه، احنا مش معترضين، كل الناس من حقها ان تعترض، احنا في دوله ديمقراطيه. تمام دكتور حسام، ارجو معترضين على ايه؟ تفضل دكتور حسام، ارجو ان تبقى معنا فاصل قصير ثم نعود اليك، لدينا اسئله كثيره، فارجو ان تبقى معنا. مشاهدينا الكرام، عدنا وكنا قبل الفاصل نتحدث من خلال برنامج همزة وصل حول إنشاء مجلس أعلى للصحة والدواء، نتحاور مع المسؤولين حول هذه الفكرة وما الذي تضيفه في منظومة العلاج بشكل عام في مصر. دعونا الآن نتعرف على رأي الشارع ثم نعود إلى متخصصينا، فابقوا معنا. فكرة كويسة جدا ولازم دي تكون موجودة، لان في ناس بتصنع ادوية بدون رقابة، ومصانع بنشوفها في بيوت عادية موجودة، بيصنع دواء وبيبيعه في السوق وبيحط عليه الاستيكارات ان هو الدواء دوت جاي من بره او مصنع حسب المواصفات اللي موجودة، وهي المادة الفعالة اللي فيه ما الدواء مش كويس. لو المجلس ده هتكون هيئة الرقابة من الشعب وليس من تجار او رجال الاعمال، من تجار الادويه وتجار البيزنس، هتكون رقابه فعاله، لان اكتر من 70-80% من الدواء الاطباء نفسهم بيشتكوا، بقى انا زوجتي طبيبه بتشتكي ان الدواء ما بيجيبش نتيجه، لو الدواء مستورد بيجيب نتيجه بسرعه مع الاطفال. هي فكره كويسه ومطلوبه في الوقت الحالي، يعني كان احنا محتاجين دلوقتي كل حاجه تبقى مظبوطه، ما فيش غش في الادويه، ما فيش تاريخ انتهاء صلاحيه، نبقى الواحد بيشتري الحاجه وهو مطمن، مش لازم يبقى معرفه طبيه عنده كويسه قوي عشان يبقى مطمن على صحته.
اقتراح مفيد جدا ومهم جدا، ان احنا عايزين يبقى في رقابه ومش على الدواء بس، على كل حاجه في البلد. هي الحمد لله البلد بدات تتحسن مع الحمد لله مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجهوداته واللي بيعمله سواء داخل مصر او خارج مصر، بس محتاجين يبقى في رقابه اكتر بصراحه. وان شاء الله باذن الله تبقى حاجه كويسه باذن الله وتفيد البلد وتفيد كل المصريين. مفيش رقابه على الادويه، ده اول بند. البند الثاني، انا راجل يعني كبير في السن وبتباشر مع التامين. العلاج اللي بيديلك في التامين ما بيسواش اي حاجه، انا بشتريه من بره ب 750 جنيه هو بيجي لي ببلاش وزي قلته، طب اعمل ايه؟ مشاهدينا تعرفنا على اراء عينه من الشارع المصري، التخوفات التأييد مؤكد موجود لمثل هذه الفكره، ولكن هناك التخوف من مساله انتشار الدواء المغشوش او عدم الرقابه او احيانا عدم تفعيل بعض وزاره الصحه. الدكتور حسام عبد الغفار، دكتور حسام، بعض القرارات. نعود الى المتحدث الرسمي باسم هي الاهداف المنشود تحقيقها. منظومه الصح عباره عن منظومه مكونه من اربع، هو المريض ومقدم الخدمه اللي هو الفريق الصحي، طبيب وصيدلي وطبيب اسنان وتمريض وكل مقدمي الخدمه الصحيه، والمنشاه والتجهيزات والقواعد والقوانين الحاكمه. المشاكل في تقديم الخدمة الصحية مش بس مرتبط بان انت ما عندكش اجهزة، انت مرتبط بتحتاج تدريب، محتاج رفع مستوى الخريج، محتاج انه يبقى فيه تجديد دائم لتراخيص العالم اللي تراخيص مدورة المهن الطبية بيبدأ من ساعة ما يتخرج الطالب ايا كان في اي كلية لها علاقة بمصر. مزاولة المهنة الصحية كل فترة بناء على تطور في الأداء وعدم ارتكاب مخالفات. فأنت محتاج من خلال مجلس أعلى يضم كل العناصر الفاعلة ديت، هي السيد وزير الصحة، السيد وزير المالية، السيد وزير التعليم العالي لأن كليات الطب تبع التعليم العالي، السيد وزير التخطيط لأنه مسؤول عن الخطة الاستثمارية، السيد وزير البحث العلمي، كل دول تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء لتطوير الأربع عناصر اللي احنا بنتكلم فيهم لتطوير المنظومة الصحية. تمام. دكتور حسام، سؤال قد يأتي على فكر المواطن، ألم تكن كل هذه الجهات والهيئات لديها استراتيجيات متكاملة مسبقة لمثل هذه الظروف وهذه المشكلات والمعوقات؟ لا، ما كانش، وإلا ما اضطرناش إن احنا نعمل المجلس الأعلى للصحة اللي بيشمل كل عناصر تقديم الخدمة الصحية. المشكلة انه كانت دائما الخدمة الصحية بتيجي عايزين نطور الخدمة الصحية نبني مستشفيات، طب المستشفيات دي مبنية وفق خطط ومعايير ولا بعد ما تبني مستشفيات بتبقى تكتشف ان عندك عجز في التمريض او انه مستوى التدريب مش كفاية، الدكاترة عايزين يسجلوا او الطلاب عايزين يسجلوا، الاعداد اللي بتاخدها الجامعات قليلة وبالتالي مش عارفين يسجلوا وهكذا. اذا الفكرة هي تكوين مجلس متكامل لوضع استراتيجية موحدة لحل ورفع المستوى تقديم الخدمة الصحية وتطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة، الكفاءة، الجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين وضع مؤشرات الصحة في مصر وفق الخطة الإنمائية للأمم المتحدة. تمام. إذن هي المنظومة ككل. نأتي إلى الشق المتعلق بالصيادلة والدواء، ما الدور الذي تمثله النقابة في هذا المجلس تحديدا وما العائد منه على المواطن؟ النقابة لها دور في مجلس الأمناء اللي هو يقاسه اللي هو ده رئيس أو مجلس أمناء المجلس الأعلى للصحة، إنه السيد نقيب الصيادلة بصفته وعضو في هذا المجلس، وليها دور اخر في ان هم ان النقاء او الصيادله هم المسؤولين عن المجلس الاعلى للدواء. تمام. او المجلس المصري للدواء، هو رئيس المجلس صيدلانيا يصدر قرار بتعيينه من السيد رئيس الجمهوريه يعني بدرجه وزير. اعضاء المجلس السيد نقيب الصيادله او من ينوب عنه وعمداء كليات الصيدله او احد اساتذه الصيادله، فهو المجلس المصري للدواء هو كله من الساده الصيادله. تمام. ورئاسته تاني برضه عشان يبقى الكلام واضح،
هو لا يتبع اداريا السيد وزير الصحه، هو يتبع اداريا السيد رئيس مجلس الوزراء. تمام دكتور حسام، عفوا استثمر وجودك معنا. سؤال اخير، هو هناك تخوف من المواطن من عدم تفعيل القرارات من مضاعفه حجم الهيئات والمؤسسات، رغم ان النتائج غالبا ما تكون غير المرجوه او غير الواعده. لا، هي الهيئات دي فعليا موجوده، لكن اللي احنا بنعمله ان احنا بنربط بينها بشكل واضح ومحدد عشان يبقى يسهل وضع الاستراتيجيات وبالتالي تنفيذ هذه الاستراتيجيات. اخيرا دكتور حسام، التفعيل للفكره متى؟ يعني نرجو ان شاء الله ان يتم قريبا، لانه ده هيحتاج الى صدور قرار من السيد رئيس الجمهوريه. تمام. عموما دكتور حسام، اذا كان لديك وقت سناخذ راي وتعليقات وتعقيبات من الدكتور اشرف والدكتور احمد، واذا اردت التعقيب نرحب بهذا التعقيب. معنا الان مشاهدينا على الهاتف الدكتور احمد حلمي، استاذ كليه الطب جامعه اسيوط. دكتور احمد، بعد التحيه، انشاء مجلس اعلى للصحه والدواء، على ما اوضح الدكتور حسام عبد الغفار متحدث رسمي باسم وزاره الصحه انه يعني بالمنظومة كاملة، بينما هناك نقابة الصيادلة تعترض على أن تشكيل هذا المجلس لابد أن يكون فقط من صيدلي. كيف نفض هذا التعارض في وجهات النظر؟ متشكر جدا لحضرتك على الاستضافة، وأشكرك وأشكر ضيوفك الكرام. شكرا. وهو كلام حضرتك بالنسبة لهذا الموضوع، احنا بنخلط بين موضوعين. الموضوع الأول اللي هو احتياجنا إلى هيئة للغذاء والدواء على غرار السعودي FDA أو الأمريكان FDA، اللي هي هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية والسعودية. دي حاجة، وكنا احتياجنا بقى إن احنا عايزين نرفع منظومة الصحة بصفة عامة، لأن الدواء ده عامل من العوامل اللي بتستخدم في العلاج. لكن منظومة الصحة أكبر من الدواء بكثير. اذا لماذا يا دكتور؟ من الوقايه والتثقيف الصحي والتغذيه وانشاء الرياضه في المدارس والتثقيف الصحي وماده التربيه الصحيه. عندنا تربيه قوميه وتربيه موسيقيه وتربيه رياضيه وتربيه فنيه، ما عندناش تربيه صحيه. تمام دكتور احمد، اذا دي ماده من اول التعليم ومنظومه التعليم، فمنظومه الصحه كم يعني كيان كبير، انما هيئه الاغذيه والادويه دي فرع من هذا الايه الكيان الكبير. تمام دكتور احمد، لا نختزل بكل تاكيد منظومه الصحه في هذا الكيان او في نقطه او نقطتين. معلش حضرتك، تفضل. ارجوك اديني فرصه. تفضل يا فندم. لو تكرمت حبيبي، انا اتفق كثيرا مع ممثل وزاره ومع ممثل نقابه الصيادله، وان كنت برضو مع استاذنا ممثل وزاره الصحه اقول له انت هتعمل مجلس اعلى للصحافه. حضرتك قلت تعبير جميل جدا، اللي هو التخمة اللي بتحصل في الهيئات الجديدة اللي بتنشأ بدون ما نشوف مردود على المجتمع وعلى المواطن. هي أعلى مجلس أعلى للصحافة، أنا عايز أعرف لازم يقولوا لنا نمرة واحد، هو أعلى مني أعلى من وزارة الصحة؟ يعني هل هو هذا المجلس لكي يراقب أداء وزارة الصحة اللي هي تعتبر سلطة تنفيذية؟ إذا كان هذا المجلس عشان يراقب أداء، اما ان احنا نقعد نقول هيكون التابع لوزير الصحه ولا الرئيس مجلس الوزراء، هما الاثنين كيان واحد. تمام فهمت. وممكن رئيس الوزراء يكون في نفس الوقت بيقوم بعمل وزير الصحه، لكن وممكن لكن وزير الصحه يكون معمول له تفويض من رئيس الوزراء. تمام. لكن عفوا دكتور احمد لضيق الوقت، الدكتور حسام عبد الغفار اوضح انه لا يراقب، وانما هو الفكره من المجلس هو ضم هذه الجهات ليتكامل او تتكامل الاستراتيجيه وتتحقق الاهداف. حضرتك كلمه يراقب، لا يراقب، لا نقول ان هو يضع استراتيجيات ويضع خطط وينسق بين تمام. كل الهيئات تمام. وبعدين الوزاره بتنفذ الخطه اللي بيضعها هذا المجلس الاعلى. تمام. انا شايف ان في تعارض. انا زمان كان في مجلس اعلى للشباب والرياضه، لا ما فيش وزاره رياضه. انا عندي مجلس اعلى للصحافه لان ما عنديش وزاره اسمها وزاره الصحافه. تمام. انا عندي وزاره صحه. اذا كان المجلس ده هيعمل كل حاجه، طب وزاره الصحه هتعمل ايه؟
تمام، وصلت الفكره للدكتور احمد حلمي استاذ بكليه الطب جامعه اسيوط. نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركه والاثراء للحلقه. ونعود للدكتور اشرف مكاوي عضو مجلس نقابه الصيادله. يعني دكتور اشرف، دكتور حسام عبد الغفار اوضح الفكره، ونحن بالفعل نتباحث في التشكيل، وبكل تاكيد هذا التشكيل سيتم التوافق عليه. نبحث بالأولى عن فائدة المواطن، ما العائد على المواطن سواء من هيئة سواء من مجلس سواء من وزارة ما إلى ذلك؟ المواطن لا يبحث إلا عن الاستفادة، عن معالجة قضايا الدواء المغشوش والمنتشر، معالجة نقص الدواء، تحقيق أعلى معدلات العلاج. ماذا يستفيد المواطن؟ المواطن بتاعتك ذكرته، واللي أنا ببحث عن مصلحته، واللي أكيد كل إنسان بنتمنى منه أنه يكون هو أحرص ما يكون على هذا المواطن، هو من نتحدث عنه. تمام. انا عايز اسال استاذ الدكتور حسام عبد الغفار سؤال مباشر، هل ما توافقت عليه اللجنه الاستشاريه مش اللي دعا لها وزاره الصحه كما تفضل جنابه؟ اللي دعا للجنه الاستشاريه كان رئيس الوزراء مباشره، قال نقابه الصيادله مع السيد وزير الصحه عمل مشروع الهيئه العليا للدواء، فما دعا لهاش وزير الصحه. ولما تقدمت اللجنه الاستشاريه بالمشروع النهائي بقياده الدكتور الضماطي، اللجنة قدمت مشروع غير اللي قدم لرئيس الوزراء. هذا الكلام فصل لا جدال فيه، ده اللي حصل حرفيا. نحن بنقول ايه الاتي، والتفضل الدكتور احمد حلمي قال، من هو المجلس؟ المجلس الاعلى للصحة ده، او المجلس الاعلى للصحة للدواء، هو بيراقب مين؟ او بيصنع عند مين؟ او ايه دوره؟ دوره هو دور مجرد لجان ستجلس على ترابيزة مكيفة عشان تتحدث، اما ما نحن نتحدث عنه هو اكثر من 40 مليار جنيه سنويا هي صناعه الدواء، هي 12 مصنع قطاع اعمال بيتم وقدهم لمصلحه رجال الاعمال الاستثماريين، حتى سجلت خساره السنه اللي فاتت 200 مليون جنيه. ما نتحدث عنه هو دواء مغشوش موجود في الاسواق، ما نتحدث عنه هو صناعه دواء. دوله الاردن وصلت ل 6 مليار جنيه استيراد تصدير، في حين ان مصر 500 مليون جنيه السنه اللي فاتت بس. تمام دكتور مليار. تمام دكتور اشرف، بنتحدث عنه مشروع امن قومي. تمام. انا مش فاهم هم ليه معترضين على ان احنا نكون بنعدي بمصر لمرحله جديده. طب ليه مصمم انك تخليني قاعد في مكتب مكيف؟ تمام. انا بقول الفصل النهائي ما بين صناعه الدواء عن وزاره الصحه. تمام. وزير الصحه يتولى مهامه، الناس بتوع الدواء يتولى مهامهم، ومفروض يعود كل ذلك على المريض المصري، ويبقى ده المصلحه العليا اللي احنا بندور عليها. تمام دكتور اشرف. استمرينا نقول، اسمح لي، استمرينا نقول الكلام المنمق، لانك انت بتتحايل على شيء عمله العالم كله، فما تحاولش تقنعني. طب ارجو دكتور اشرف ان تعطينا الفرصه ليعاقب الدكتور حسام، وان كان اذا فهمت اوضح ان هذا المجلس يضم هذه الجهات للتكامل وليس لاختزال الفكره في مجرد عمليه الدواء. نعود الى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. دكتور حسام ارجو التعقيب. يعني بعد اذن حضرتك. تفضل. لما انا بتحدث عن وزاره الصحه وبقول انه الهيئه الاستشاريه دي هيئه يراسها وزير الصحه، صدر قرار بتشكيلها من وزير الصحه في شهر 11 اللي فات، وبعدين السيد عضو نقابه الصيادله يقول لي لا ده اللي داعي لها رئيس الوزراء، يبقى ايه مجال النقاش اللي ممكن تناقش فيه يا فندم؟ يعني اذا كنت انا بقول لحضرتك، انا ممكن ابعت لحضرتك صوره القرار يا فندم، انه مش رئيس صوره الضماطي هو عضو في اللجنه برئاسه وزير الصحه، والدكتور محي اللي هو السيد النقيب الصيادله انضم للجنه بعد ما بقى نقيب. دكتور حسام عفوا، اللي قبليها هو الدكتور عبد الجواد. دكتور حسام عفوا، هو هل قنوات التواصل ربما تكون مفقوده الى هذا الحد؟ نعم تفضل. مش قادر افهم الحقيقه ان تناقش فيما ان تعتبر ما تعتقد حقيقه وتبني عليه. وبقول تاني للمره المليون، لم يحدث تغيير، كل اللي حدث انه بقى في مجلس يضم كل هؤلاء على التوازي وليس على الترتيب. ده جهه مستقله وده جهه مستقله وده جهه مستقله وده جهه مستقله، وهناك مجلس يضم هذه الجهات عشان يقوموا بنفس الاشياء التي ذكرها السيد الفاضل، أخيراً وهو الرقابه على الدواء. تمام دكتور حسام، وصلت الفكره والتشكيل. بكل تاكيد انتم كمتخصصين ستبحثون هذا الامر، وان شاء الله تصلون الى التوافق المطلوب. اخيرا فقط دكتور حسام، ثلاثة، ما العائد على المواطن من هذا المجلس بمختلف قد
المواطن المصري على خدمة صحية بكل جوانبها. الدواء ده جزء منها، الطبيب والرعاية الصحية ده جزء منها، التعليم اللي كان بيذكره الدكتور أحمد لأنه عضو في هذا السيد وزير التعليم، وهو رفع المستوى الوقاية في المدارس. تمام دكتور حسام، تمام، أشكرك، وصلت الفكرة. عفوا ضيق الوقت هو الذي يحكمنا، وبكل تأكيد نتمنى أن تكون النتيجة والهدف في صالح المواطن بإذن الله. عموما مشاهدينا نتواصل في المشاركات مع الأستاذة نورهان عاطف مواطنة. يا أستاذة نورهان بعد التحية، ما هي أهم وجهات نظرك لتطوير منظومة الصحة والعلاج والدواء بشكل عام في نقاط أرجوك؟ أنا شايفة أن المجلس الأعلى للصحة والدواء خطوة كويسة جدا، لكن إذا اتنفذت صح. بمعنى؟ لو هيكون مجرد إجراء سوري يبقى ملوش لازمة. إحنا محتاجينه جدا، بس لازم يكون في قانون يحكمه عشان يتطبق صح، وعشان نبطل نخاف من الأدوية المصرية ونشتري أدوية مستوردة. تمام. علشان نبطل نخاف من المستشفيات الحكومية ونعرف نتعالج واحنا مطمنين. كلنا عارفين ان اهم حاجتين في البلد هما الصحة والتعليم، لو اشتغلوا صح هنكون وقتها حافظنا على الشعب اللي هو اهم حاجة في البلد كلها. يعني اذا استاذ نورهان نستخلص من حضرتك ومن المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشارع، رأي الشارع ان الاهم هو العلاج، توفير الدواء، توفير الخدمة الصحية الملائمة للمواطن. عموما مشاهدينا نشكر مشاركينا الدكتور اشرف مكاوي عضو مجلس نقابة الصيدلة، والدكتور حسام عبد الغفار متحدث باسم وزارة الصحة، والدكتور احمد مكاوي استاذ كلية طب جامعة اسيوط، والاستاذة نورهان عاطف المواطنة. نشكركم شكرا جزيلا جميعا على هذه المشاركات. نعود مشاهدينا الكرام الى الزميلة ياسمين القفاص، نتعرف على الاراء التي وصلتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتابعوا معنا. برحب بك محمد وبرحب بكل مشاهدي همزة وصل. هرجع معاكم اقرا تعليقات، واول تعليق من عمرو جمال. عمرو بيقول قرار صائب من خلال وجود مجلس يضم مستشارين متخصصين يساعدون الحكومة بآرائهم، مما يوسع دائرة رؤيتها للمشاكل المواطنين الصحية واحتياجاتهم إلى دواء رخيص الثمن. أما التعليق اللي بعد كده اسمحوا لي هو طويل شوية، ولكن حابة أن أنا أوصل الرسالة من محبي محافظة كفر الشيخ، محافظ كفر الشيخ عفوا. أنا بعت شكوى إلى وزير الصحة، يا ريت يتم الانتهاء من مستشفى جامعة كفر الشيخ جامعي جديد قبل ميعاد تسليم، ويا ريت يوجد بها أو يتم توفير بها قسم جراحة الأوردة والشرايين، لأن لا يوجد عندنا في مستشفى عام كفر الشيخ قسم جراحة أوردة. إحنا عندنا عشم كبير في حضرتك، مستشفى كفر الشيخ بتجول حالات جراحة شرايين إلى طنطا، عيب في حقنا، ويكون مريض مات يا ريت الرحمة شوية، ومفيش كوادر طبية مدربة على حالات حرجة وعاوزين الرحمة. أما كان الرد من وزارة الصحة والسكان، سيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة، تحية تقدير واحترام، نتشرف بالعرض على سيادتكم بخصوص شكوى المواطن عبد الحليم، وهي رقم عنوان 84006، ده رقم الشكوى بوابة الشكاوى الحكومية الإلكترونية، وشكوى رقم 2694/1، بريد عادي بشأن طلب توفير قسم جراحة أوردة وشرايين بجامعة كفر الشيخ لعدم وجود بمستشفى كفر الشيخ العام. بفحص الشكوى افادتنا اداره الطب العلاجي ان جراحات الاوعيه الدمويه والشرايين وجراحات القلب والصدر القساطر القلبيه من خدمات المستوى الثالث التي تؤدي الى من خلال المستشفيات الجامعيه او المركزيه الطبيه المتخصصه، وذلك لتوفير الكوادر الطبيه والامكانيات والتجهيزات المصممه خصيصا لهذه الخدمات بها. هذه الخدمات غير موجوده بالمستشفيات العامه والمركزيه، وعند افتتاح جامعه كفر الشيخ العام ستكون هي من الاماكن مهيئة لتقديم هذه النوعية من الخدمات. مرسل لسيادتكم للعلم والإحاطة والتنبيه بما يلزم، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. أنا حبيت أن أنا أقرأ الرسالة كلها لأن مهم جدا أن توصل الرسالة وإن شاء الله تتحل المشكلة. مشاهدينا دي كانت تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك، متشكرة ليك ولكل هذه التعليقات، ومستنية طبعا تعليقات منكم ولكن في موضوعات أخرى. أرجع ليك مرة أخرى محمد سليمان زميلي، تفضل. الزميلة ياسمين القفاص أشكرك وأشكر مشاهدينا ومشاركينا على آرائهم. خلاصة إذن مشاهدينا الكل يؤيد الفكرة، شرط أن تعطي الجدوى المرجوة منها. نتمنى أن تتقارب التواصل القنوات بين مختلف الجهات ومختلف المفكرين والعلماء والمتخصصين حتى تستفيد بلدنا الأم. دعوني أطلقكم على سؤال حلقة الغد والموضوع الذي بدأت به ودور البرلمان، هذا في الصحة
نسأل إذن ماذا يريد المواطن من البرلمان القادم سواء في مجال الصحة أو في مجال التعليم؟ مشاركتكم تهمنا، نشكركم على حسن المتابعة وننتظركم غدا إن شاء الله فريق عمل الجديد.